حملة منظمة أطلقتها ثمان من أكبر شركات الإنترنت في العالم. الحملة بدأت بنشر رسالة مفتوحة على الإنترنت وفي الصحف الكبرى تطالب الحكومة الأمريكية والكونغرس بفرض قيود صارمة للحد من الرقابة على مستخدمي الإنترنت، وتشمل الحملة أيضاً ممارسة ضغوط لإصدار قانون يكفل حماية بيانات ومعلومات المستخدمين. Well, I think there has been some pressure on these companies to evaluate how they're approaching privacy policy for a number of years. The change in the past few months, I think, has been market pressure as a result of a raised public awareness about what governments can and cannot do. الحملة تعارض جمع البيانات والمعلومات عن المستخدمين بالجملة، وتطالب بحصر الحق في الحصول على هذه البيانات في حالات محدودة ولدواع أمنية وتحت إشراف قضائي. وتحذر هذه الشركات من أن أعمال الرقابة ستعرض استثماراتها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لمخاطر كبيرة في حال خسرت ثقة المستخدمين. الحملة تأتي إثر تسريبات الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن التي كشفت عن قيام الوكالة بعمليات تجسس واسعة النطاق، الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً بعلاقات الولايات المتحدة الخارجية. الرئيس أوباما وعد مؤخراً بإدخال إصلاحات حقيقية لضمان حماية الخصوصية على الإنترنت، كما أن مشرعين في الكونغرس بدأوا في التحرك لاعتماد قانون بهذا الشأن. شركات الإنترنت التي دأبت على جمع معلومات عن المستخدمين لأغراض تجارية تجد نفسها اليوم ملزمة بضمان حماية خصوصية مستخدميها، حماية لمصالحها وأرباحها. مراد هاشم، الجزيرة، نيويورك.